يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع السلاح كالمسدس والبندقية تحت الرأس عند النوم بدعوى إخافة الجن وطردها، وهل يعد هذا من التمائم؟ هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخي وشو لتضع السلاح؟ لماذا لا تأتي بسلاح القرآن؟ تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، هذا هو السلاح الذي يقتل الشيطان ويطرده. تجيب مسدس ولا بندقية، هذا ما يطرد عنك الشيطان، بل ربما أنه يحرك عليك الآلة ليقتلك بها. نعم.